فالحقيقة طب أنا ليه بلف في اللفة دي كلها وبقول الكلام ده كله؟ لأنه أنا دلوقتي عايز أقول لكم كلمتين الأول. لما أجي أقول هنا في هذا البرنامج أو في قناة الأهلي أن النادي الأهلي هو اللي بيقود كل الأندية حتى لو فنياً، هبقى بتكلم صح. بيقودها للتطوير يعني وللتحديث، الناس كلها بلاش بيقود، ولكن الناس كلها بتبص للنادي الأهلي وبتشوف النادي الأهلي بيعمل إيه وتمشي وراه. ده المثال أو الموديل اللي النادي الأهلي وكل الأندية بتشوفه وبتحاول تعمله حتى فنياً. أيوه حتى فنياً. كان في مدير فني أعتقد في الثمانينات، في التسعينات ولا في الثمانينات، في نهاية الثمانينات أوائل التسعينات، اسمه فايتسا. فايتسا ده كان المدير الفني للنادي الأهلي، وقبل ما يجي طبعا كان مدير فني كبير في ألمانيا، لأن النادي الأهلي لما بيجيب حد بيجيب الناس اللي. فايتسا لما جه أدخل طريقة جديدة لعب بيها النادي الأهلي 3-5-2. كان ساعتها ما فيش حاجة اسمها 3-5-2، ومحدش يعني يعرف يعني ايه 3-5-2 ولا الكلام ده كله. ففايتسا دخل طريق 3-5-2، كسب الدوري وكاس وقعد وطلع لعيبة صغيرين كتير، لان الطريقة متاح فيك ان انت تعمل حاجة لانها محتاجة حيوية خصوصا من على الاجناب وكلام من هذا القبيل. فلعب 3-5-2 خلاص. هو جه الراجل شاف فريقه يلعب بهذا الشكل، لعب بهذا الشكل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ فايتسا مسك منتخب مصر بعد كده. دي أول حاجة. تاني حاجة، كل ال 17 فريق ساعتها، ولا بقى شوف كانوا كام فريق ساعتها، بقية الفرق اللي موجودة كلها شافت 5-3-2 ولا 3-5-2 ولعبتها. إذن النتيجة بتقول لنا إيه؟ أن النادي الأهلي يقود الجميع فنيا. في كرة القدم بيقود فنيا. قعد فايتسا كويس فترة كويسة مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، موسم ونص تقريبا. وبعد كده لو تفتكروا لما اتلغى الدوري لكأس العالم 90، هو مشي، مش هيشتغل ومفيش دوري وبتاع، وكان متصدر الدوري في الوقت ده بالمناسبة. خلاص قعدت فترة التسعينات والنادي الأهلي كانت مصر كلها كانت بتلعب بهذه الطريقة. بعدين على بداية الألفينات، وأعتقد إن جيل كتير من حضراتكم حضر هذا الأمر، الأصغر مننا يعني شوية، الجيل ده أو لما رجع مانويل جوزيه، أو لما جه أول مرة مانويل جوزيه في 2001، عمل إيه؟ لعب أو أضاف طريقة جديدة للنادي الأهلي. فمن أول 2001 لم ينجح أو نجح، خد البطولة الأفريقية وكل حاجة، دوري أبطال أفريقيا، وخد السوبر الأفريقي، ولكن ما خدش الدوري العام، فمشي من النادي الأهلي. وبعدين رجع في 2003-2004 وجاب المجموعة اللي حضراتكم كل الناس عارفاها، أبو تريكة وبركات وجمعة وشوقي وحسن، وعلى مدار سنة تقريبا كانت كل الناس دي موجودة مع النادي الأهلي، وعماد النحاس، ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الكبار في التوقيت ده، لعيبة كتير جدا جدا. طيب عمل إيه؟ جاب اللعيبة دي ومانويل جوزيه حط طريقة 3-4-3 3-4-3 بليبرو، لان هتكلم معاكم دلوقتي برضو في 3-4-3 تاني. كان بيلعب بليبرو اللي هو كان عماد النحاس لو تتذكروا في ذلك الوقت، وكل مصر بعد كده لعبت بهذه الطريقه مره تانية، ولكن حتى المنتخب الوطني من 2006 بقى ل 2010، حضراتكم عارفين القصه، 2006 2008 2010 خدنا بطوله افريقيا بمين؟ بمعظم لعيبه النادي الاهلي، وكان هاني سعيد لو تفتكروا، وابراهيم سقا، كان هاني سعيد وابراهيم سعيد وعبد الظاهر السقا، المجموعه اللي كانت بتلعب طبعا بجانب وائل جمعه وبقيه اللاعبين الكبار الجيل التاريخي، مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد. فمانويل جوزيه حتى 3-4-3 النادي الاهلي استحوذ على البطولات من 2003-2004 لغايه دلوقتي اعتقد. يعني ما بيقعش مننا غير حاجات بسيطه يعني، خمس ست سنين واحده كده. فهنا النادي الأهلي بيقود الكرة المصرية من الناحية الفنية. خلاص؟ وبعدين من 10-12 سنة كده، أو على أوائل 2011-2012، كل الطرق اتغيرت لـ 4-4-2 لغاية وقت قريب.